سايبر سيكيورتي بارك. أهم وحدث الأخبار والمسجدات في عالم الأمن السيبراني في نشرة أسبوعية تأتيكم برعاية سايبر سيكيورتي بارك. أصدرت أبل تحديثاً لنظام iOS 12.5.7 لأجهزة آيفون 5S وآيفون 6 وآيفون 6 بلس وآيباد إير وآيباد ميني 2 وآيباد ميني 3 والجيل السادس من آيبود تاتش. وقامت أيضاً بتحديث iOS وآيباد OS 15.16 لمعالجة ثغرات أمنية خطيرة. وتشير التحليلات إلى المخترقين يسعون خلف الأجهزة التي تعمل بنظام iOS 12 القديم جداً. وسيسكو تصدر إصلاحات Unified Communication Manager و Unified Communication Manager Session Management Edition لمعالجة ثغرة SQL Injection عالية الخطورة. وبرامج إيموتيت الضارة تعود بأساليب جديدة للتهرب من دفاعات أمن المعلومات. Cyber Security Park نشرة أسبوعية من عمان داتا بارك.